اقتباسات من بيانات النور. مرحبا بكم في اقتباس اليوم. قرأنا الكثير من الروايات المضلة والخرافات حول ماهية الصراط المستقيم، والتي تقول أنه طريق فوق جهنم أحد من السيف وأرهف من الشعرة، يسير عليه جميع الناس مسلمهم والكافر، ومحظوظ من سار عليه فنجا ولم يسقط في النار. فهل حقا هو كذلك؟ هل هو طريق للجنة والنار معا؟ فلنتدبر معا قول الإمام المهدي المنتظر حول ذلك، فهو القول الفصل الذي لا جدال ولا رأي لأحد بعده. اقتباس اليوم من بيان كتبه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ 2 من شهر محرم لسنة 1429 للهجرة، الموافق 10 من يناير لسنة 2008. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الصراط المستقيم فهو من هنا، من الحياة الدنيا. يسلك الصالحون الصراط المستقيم، الصراط العزيز الحميد والذي يؤدي إلى الجنة، ولم يجعل صراط النار والجنة واحد، بل جعلهم نجدين، فنجد يؤدي إلى الجنة ونجد يؤدي إلى النار. فيا عجبي من أمة يعتقدون بأن طريق الحق وطريق الباطل واحد تؤدي إلى الجحيم، فجعلوا الصراط المستقيم يؤدي إلى نار جهنم، واتبعوا الذين يقولون على الله الإفك وهم يعلمون، فيتبعون المتشابه من القرآن العظيم. وأنا المهدي منتظر الحق الإمام ناصر محمد اليماني، أنفي عقيدة الباطل بأن الصراط المستقيم هو طريق يؤدي إلى نار جهنم ثم إلى الجنة، وأنه أرهف من الشعرة وأحد من السيف. فأنفي عقيدة الباطل جملة وتفصيلا، وأهدي بالحق إلى صراط المستقيم، صراط العزيز الحميد الذي يؤدي إلى الجنة، وصراط الشيطان يؤدي إلى نار جهنم. فمن أراد أن يسلك نجد الرحمن والجنان فمن هنا يسلك الصراط المستقيم حتى إذا مات وهو عليه دخل الجنة، ومن سلك طريق الشيطان فيتبع ما يرضي الشيطان ويسخط الرحمن حتى إذا ما مات وهو على ذلك يدخل نار جهنم وبئس المصير. وطريق الحق والباطل نجدان مختلفان، فإما شاكرا وإما كفورا. ولربما يود أحدكم أن يقاطعني فيقول: ولكن القرآن يقول في قوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. صدق الله العظيم. ومن ثم نرد عليه فنقول: إن المنافقين يضعون أحاديث تتشابه مع بعض الآيات في ظاهرها، ولكن إذا رجعتم إلى المحكم والواضح والبين والذي لا يحتاج إلى تأويل، فسوف تجدون بأن هذه الآية تخالف الحديث المفترى والمتشابه مع ظاهر آية أخرى في القرآن العظيم. وذلك لأنكم جعلتم النار كمسبح، ومن ثم جعلتم خشبة أو سيفا أو شعرة صراطا فوق المسبح، ومن ثم يمرون في الجسر الهوائي والذي هو أرهق من الشعرة وأحد من السيف، ومن سقط من على الجسر الهوائي وقع في النار، ومن مر ولم يقع فيعبر فسوف يدخل الجنة. ويا أسفي على علماء أمة يعلمون الأمة روايات كروايات العجز وأساطير الخرافات التي لم ينزل الله بها من سلطان في القرآن العظيم، ولكنكم اتبعتم المتشابه في القرآن العظيم والذي لا يزال يحتاج لتأويل ذي علم من ربه إمام حكيم، وتركتم المحكم والواضح والبين والذي لا يحتاج إلى إمام ليبينه شيئا نظرا لوضوحه كوضوح الشمس في السماء، ولكنكم تركتم المحكم واتبعتم أحاديث الإفك التي جعلت صراط الحق وصراط الباطل طريقا واحدا تؤدي إلى نار جهنم، فجعلوا أحاديث الإفك تتشابه مع آيات في ظاهرهن، ولا تزال بحاجة إلى عالم وإمام مبين ليفسرها ويفصلها تفصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
انتهى الاقتباس الموضح لمعنى الصراط المستقيم، وإلى الملتقى في اقتباس جديد. ثبت على مسامعكم هذا الاقتباس إحدى أنصاريات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. إلى الملتقى في اقتباس جديد.